السلام عليكم، بنرحب فيكم في مساق سمارت جريدز. اليوم حنتكلم على الباور سيستم كنترول. في المساق بشكل أساسي حنتطرق للموضوعات اليوم لهذا الأسبوع، حنتطرق للموضوعات التالية: التايب اوف نتورك، انرجي مانجمنت سيستم، سكادا تيليكوميونيكيشن بروتوكول، Electrical Power System Substation، Synchronized Measurement Technology، وال Wide Area Monitoring Protection and Control، وال Cyber Security in EMS بشكل عام. الآن إيش حنتعلم فيها؟ حنعرف التايب اوف نتوركس والتوبولوجي الموجودة، حنتعرف على الانرجي مانجمنت سيستم والسيرفيسز المتاحة فيها، السكادا سيستم والبروتوكول تبعات سكادا، الديجيتال سب ستيشنز الاركيتكتشر تبعها والفائدة من استخدامها، السينكرونس ميجرمنت تكنولوجي اند اتس كومبوننت، السينكرو فيزرز اند نتورك ريكويرمنت فور سينكرو اس ام تي. الان برضو الوايد اريا مونيتورنج كنترول حنتعرف عليها، وحنتعرف على الوايد اريا مونيتورنج ان باور سيستم اوف ذا فيوتشر، ونتكلم شوية نتعرف يعني ايش بنعني بالسايبر سيكوريتي ثريتس بشكل عام. فيها التايب اوف نتورك، عادة النتورك ضرورية جدا، لانه عبر النتورك والكوميونيكيشن بنقدر نوصل الكنترول سيجنال. الان الكاركترستيك ريجاردنج دير يوز such as الباندويث والليتنسي اند ذا نمبر اوف بودز، هذه مهمة جدا. عادة لما نتكلم على التليكوميونيكيشن او بنتكلم على الفويس، بنتكلم على المالتي ميديا، بنعمل استابليشنج لللينك وبتم ارسال المعلومات هذه او البيانات عبر اللينك، وبتم في سب تايب اوف اكنولجمنت اللي بيحصل. الاوفيس اوتوميشن والاندستريال اوتوميشن والبيلدينج اوتوميشن، هذول من الشغلات اللي فيها كنترول سيجنال بتروح من مكان لاخر. الان سمارت جريد باي ذا واي ار بارت اوف ذا سبيشلايزد نتورك نيستد اندر اندستريال اوتوميشن تايب، يعني السمارت جريد بتيجي تحت الاندستريال اوتوميشن. الان عندي من الشغلات اللي بتكلم عليها الوان اللي هي الوايد اريا نتورك، هاي بتتكلم عن منطقه، بتتكلم عن مدينه، احيانا بتتكلم عن بلد، واحيانا بتتكلم عن ريجن، فهذه بتيجي تحت الوان. اللوكال اريا نتورك هذه بتيجي ممكن تيجي تحت مؤسسة او بيت او يعني خلي اقول حارة احيانا في هذا المجال. الفيلد اريا نتورك برضو هذه بتيجي تحت بيت او مكتب او حاجة من هذا. البيرسونال اريا نتورك زي الاسم بوحي، هي شبكة شخصية تبقى لشخص معين في مكتبه في بيته في هذا المجال. الان هذه بتعطيني فكرة، عادة الوان تحتوي عدد غير محدود من اللانز، واللان بتحتوي عدد برضو غير محدود من البان الموجودة هذه. الان لما نتكلم عن نتورك فور بيلدينج، عادة لما نتكلم في البيت، في عندي اللي بدي اتكلم فيها، في عندي الاضاءة، مفاتيح الاضاءة، الانتركام، السكيورتي اكويبمنت والاير كونديشن، هدول اذا بدي اشبكهم على شبكات معينة، انا بدي استغل الانفستراكشر الموجود، بديش اعمل انفستراكشر لكل واحدة منهم عشان اتحكم فيها، لانه لو عملت لها حيكون عندي مكلفة، وفي عندي سلاك كثيرة موجودة او نتورك موجودة كثيرة، عدد من النتوركس لهاي، فاحنا بدنا نعمل شيرنج للانفستراكشر في هذا المجال. فهذه الفكرة فيها، الفكرة فيها انه لو انا هذه اجت من وين؟ من الافيشن اندستري، في الطيارات عادة كان عندهم خطوط طويلة من النحاس وبتتوصل عبر الطيارة، فبدهم يخففوا الوزن، ف
فكان هي ايش بدنا نستخدم كابل واحد، وهذه الفكرة فيها بتم ارسال باكت اوف انفورميشن ثرو ادريسز، وهذه الباكت بتروح وهذه للمكان المخصص لها، وهذه بنسميها فلاي باي واير كونسبت. الان من الميزات اللي شجعت في هذا المجال اللي هي الايز اوف انستليشن ومينتنس في هذا المجال. الان الطب المهم عندي هان ايش بنتكلم على التوبولوجي، النتورك توبولوجي، على كيف النتورك تبقى مشبوكه بشكل عام. في عندي ست انواع، الباص والتري والرينج والستار والمش والهايبريد او الميكس اللي بنتكلم عنه. الباص لما نيجي نطلع عليها، هاي الباص الموجود عندي، سلك موجود كل هيتهم مربوطين على هذا السلك. الان هدول اي واحدة بتقدر تصل لاي واحدة تانية بسهولة. المشكلة فيها انه بيصير لما بيصير ارسال لازم ينسقوا بينهم، والا بيصير ايش كوليجن. الان الرينج بتختلف شوية في هذا المجال، انه فيش دايركت لينك بتوين الكل، يعني لازم يمروا عبر بعض، وفي نوعا ما من الديلي بيحصل في هذا المجال، ولو خربت واحدة من هدول صار عطل فيها بتأثر على باقي. الآن الستار عالجت بعض المشاكل، هان في عندي سنترال هاب، وصار انه هذه بتعطي الكل التوصيلة اللي بدها اياها. هذا طبعا بعطينا انه سنترال هاب صار دوره مركزي، وانه حجم الترافيك اللي بروح عليه كتير في هذا المجال. التري اللي هي على شكل شبكة، هذه يعني زي اللي بنسميها كاسكيدد ستار. والمش برضو لما يعني مش بعيدة عن هاي، بس هذا ايش بتعطيني، كل واحد بيقدر يصل للتاني عن طريق اكتر من يعني اكتر من اتجاه، يعني هذا ممكن يروح هذا بشكل مباشر، لو هذا فيه عطل ممكن يصل للتاني بهذه الطريقة. وهذه المش في عدة انواع منها، بس بشكل عام هي عالجت المشاكل الموجودة في غيرها. الهايبريد او الميكس اللي هي جاية بتوظف كل هذه التقنيات او التوبولوجي السابقة مع بعض. يعني لما نيجي للرينج هي الموست بيسك توبولوجي، وهذا زي ما حكينا في دايركت بوينت تو بوينت كوميونيكيشن بتوين النودز. عادة لما باجي بتطلع على النتورك، النتورك فيها النودز والإدجز اللي هي ايش التوصيلات من نود للتانية. however not all the nodes have direct communication communication access to the other nodes، يعني فيش وصلة مباشر زي ما حكينا. وهذا العيب فيها ايش بيصير في هذا المجال، انه لو صار عطل في هاي في نقطة انه صعبة تصل للتانيات. هذه second and widely used اللي هي حكينا عنها الباص، هذه in the line topology each node can talk to other through a shared medium اللي هو الباص الموجود. عاد هذه بلزم بروتوكول عشان تنظم الكوميونيكيشن وافويد الايش الكوليجن. بعدها بيجي الستار زي ما حكينا، وهذا النود مشبوكة على سنترال هاب، والسنترال هاب هذه هي اللي بتنظم الكوميونيكيشن فيها. الثري توبولوجي زي ما حكينا كاسكيدد ستار، والمش اللي هي الفيفت، هذه اللي هي كل نود مشبوكة مع النود الثانية بأكثر من طريقة، وهذه طبعا العيب تبعها الوايرنج كثير فيها او الكونكشن عندي هنا كثير. الميكس بتوظف كل هدول. الان عندي نوعين بنقدر نتكلم على التوبولوجي، لوجيكال اند فيزيكال توبولوجي. اللوجيكال نتورك توبولوجي اللي هي بالفعل بنتكلم على اسلاك او بنتكلم على وصلات مبينه وواضحه، يعني هذه فيزيكال بتشوفها زي الكوابل بين النودز بينها وبين بعض زي سويتشز بشكل عام. الان اللوجيكال هي بتتكلم at higher level of data flow within the network، يعني هذا بنقول كيف الداتا، يعني منطقيا كيف الداتا بدها تتحرك من مكان للتاني، ايش الطريق اللي بدها تاخده هذه الداتا بشكل عام، يعني هذه السيكونس والطريق اللي بتمشيها منطقي مش فيزيكال. هاي الفرق بينهم او شوية مقارنة بالبيسك، احنا بنرفير تو هاو ا نتورك لوك
and function اللي هي الفيزيكال. هذا ايش؟ الترافل الداتا ترافل لوجيكلي. التايب عند الباس والستار والرينج اند المش توبولوجي. هذا اللوجيكال باس والايش اللوجيكال رينج، يعني كيف بده يتم الترتيب في هذا المجال. Founded on physical connection of cable and devices, high path travel by data in the network can affect cost, scalability, flexibility, bandwidth, capacity, etc. هنا data delivery causing lost packets or congestion اللي عندي بحصل في هذا المجال. الآن logical, take an example of the original Ethernet 10 base T. That was designed with the hub to which all computer say nodes were connected. اللي عندي هذه so it is a physical star or tree topology اللي بنتكلم على الإنترنت. However the system used logical line topology، يعني اللوجيكال صار إيش عندها، هي بتوظف كيف الداتا بدها تتحرك ومين له حق إنه يعمل transmission للديتا في هذا المجال. الفيزيكال ستار requires a lot of wiring while the logical line topology make it impossible to have simultaneous communication between الايش النود، يعني هذه أسوأ التنتين نجمع انهات. That is change if you take a switch which is a hub plus a bit of intelligence knowing who is connected to where، يعني مين مشبوك مع مين. It relies when the two nodes are communicating and connect them via a private channel، يعني هذا بيسوي فلتر للباكج without blindly forwarding all information to everybody at the time. This improve performance of logical line، يعني هذا بعبارة تانية اللوجيكال بتنظم عمليات البث بين الهاي وتخفف الديلي، لانه ليش هاي بتعطي اولويات للناس للنودز مين لها الحق تبث الان وكيف بدها هي ايش البروتوكول اللازم لتبث الان، يعني بتعطي طريق للديتا، الديتا اللي تصل من مكان اي لمكان بي ايش الطريقه اللي ممكن تروحها في هذا المجال. لو تكلمنا على المانجمنت سيستم انرجي سيستم نتكلم، انا لو جيت انا يعني خلينا ضويت ضوء او شغلت اي ابلاينس اللي عندي في البيت، يمكن بشكل عام نطلع هل هذه حتشتغل ولا لا، هذه اهم نقطه عندنا. بس بالنسبه للجريد لما تشغل اشي هذه ايش تعطيني sudden use او consumption للانرجي، هذا بتعمل باور بتاثر على الباور بالانس الموجود للسيستم. عادة اللمبة او حاجة صغيرة يعني بتأثرش عليها، بس لو انا عندي heavy equipment بتأثر بتشوفها بشكل واضح. لو عندي generator والجنريتر لسبب ما طفى هذا حيعمل لي big effect و serious action، بصير ايش محتاجين له لنتغلب على هذه المشكلة. طيب الآن who takes the action، مين اللي بياخذ هذا يعني الأفعال هاي وبقوم فيها على أساس يحافظ على الاستابيليتي للنتورك والبالانس بين production and consumption. في الأنظمة القديمة أو التقليدية عادة موجود عندي وحدات توليد كهرباء مركزية، وعالشقة الثانية عندي إيش الزبائن اللي هم الكونسومرز. الآن الباور فلو معروفة إيش طرقها وكيف بتروح، وهي عادة one way. الآن برضو عبر الوقت البيهيفير تبع الكونسومرز بصير معروف عندي، وسهل جدا السيطرة في هذه الأوضاع على الشبكة وبحيث يظل النظام ستيبل. الآن لما ندخل على الخط distributed renewable energy زي البي فيز والسولار والتوربينز ايش اللي صار عندي؟ صار عندي واللود صارت في سمارت لود، هذه غيرت قواعد اللعبة بشكل كبير، لأنه صارت طبيعة distributed renewable energy sources intermittent supply، يعني السبلاي تبعهم مش ثابت، والسمارت لودز بنقدر نعمل شيفتنج لها او لود شيدنج لها اوتوماتيكلي. الان صار عندي برضو الحاجه الثانيه الكونسومرز بطلوا كونسومر، صاروا
بروسومرز يعني ايش هما سبلاير يعني بيزودوني في الكهرباء خصوصا لو عندهم رينيوبل انرجي وفي نفس الوقت ممكن يستهلكوا. برضو في وجود السيارات الكهربائية حاليا صارت هي مصدر لا انها تعمل لي استابيليتي للجريد وتعمل لي انستابيليتي يعني لو انا بدي اشحن هي يعني بتصير ايش انها بدها كميات كبيرة من الطاقة في نفس الوقت لو انا محتاج للطاقة ممكن اخذها من بطاريات هذه السيارة. فصار عندي يعني علم جديد اللي هو احنا بنتكلم عليه كيف احافظ على اوازن بين الكونسومشن والبرودكشن باستخدام أنظمة لإدارة أنظمة الطاقة هذه. الآن لما نتكلم عليها بنتكلم على مرحلة Generation Optimization and Control، بتكلم على Monitoring and Control والLoad Forecasting والBalancing والEconomic Factors اللي نتكلم عادة في Generation Optimization and Control. بدي أشوف إيش أفضل، هذه طبعا Take Control Over الإيش Generation والترانسميشن والديستريبيوشن ان ريلايبل اند سكيور مانر، وهذا كنترول اول اسبيكت اوف جينيريشن. انا يعني بشكل عام بدي اشوف ايش افضل مصادر طاقه ممكن اشغلها وكيف اضل محافظ في نفس الوقت على طاقه مستمره للبيوت، يعني كهرباء مستمره للبيوت والمؤسسات في هذا المجال. الان المونيتور اند كنترول ايش هاي للكنترول الترانسميشن والديستريبيوشن نتورك، ولو حصل اي فولت بتتعرف عليه في نفس الوقت بتقوم باخذ الافعال التصحيحيه المطلوبه. الان عاده اللود فوركاستنج ايش والبالانسك هاد بدك تخطط للسكاجول، والسكاجول ممكن عمل لشهر او لدقيقة مستقبلية. الان هذا اللي بتحكم في هاي هي بتتحكم في الانرجي ماركت، يعني وكيف انها بدك تحطها في الحسبان كيف انا في الاول في الاخر بدي اشتري او ازود المستهلكين بطاقة رخيصة. الان السمارت جريد والسمارت يعني اللي عندي سبورت البيزنس وود فانكشن ساتش از تريدنج اند بيلينج اللي بنطلع عليها، يعني انت بدك تبيع او تبعت فواتير فيها لهذا المجال. ناخذ بريك وبنرجع كمان شوي نتكلم على السكادا سيستم. يعطيكم العافيه.